على صعيد جهة طنجة تطوان الحسيمة. تحية لجميع الإطارات النقابية التقدمية المضربة اليوم 22 احتجاجا وتنديدا على هذه المتابعة الصورية. تحية كذلك لجميع الإطارات الحقوقية. عندما نتحدث عن الإطارات النقابية المضربة على مستوى إقليم العرائش فإننا نخص بالذكر التنسيق الثلاثي لنقابة تي والجي تي ام، النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وكذلك نقابة لبناء التوجه الديمقراطي على موقفهم المبدئي وعلى وحدتهم النضالية واصطفافهم إلى جانب مطالب وحقوق الطبقة العاملة والشغيلة التعليمية ككل. إذا المجد والخلود لشهيد القضية، شهيد الشعب المغربي وشهيد المدرسة العمومية أبونا عبد الله حجري. الحرية والعتاق لكافة المعتقلين السياسيين في سجون الرجعية وكذلك معتقلي الرأي. إذا باسم المكتب الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة نحيي عاليا الحضور على تجسيدهم لهذا الشكل النضالي والذي جاء تنديدا بالمحاكمة السورية التي تستهدف النيل من مناضلة التنسيقية في شخص الأستاذ المناضل هيثم بكباب، وكذلك المتابعات الجدية والتهم الملفقة. ندين بشدة ونقول أننا لن نرضى بغير البراءة للأستاذ المتابع، وكذلك نؤكد على أن الاحتجاج هو حق مشروع وليس من حق أي أحد أنه يصادر هذا الحق في الاحتجاج. نحيي كذلك جميع المكاتب الإقليمية التابعة لجهة طنجة تطوان الحسيمة كل باسمه على حضورهم لهذا الشكل النضالي. نجدد الدعوة لإنزال مقبل يوم 6 ماي تزامنا مع جلسة النطق بالحكم في قضية الأستاذ المتابع ظلما وبهتانا. نذكر الأساتذة بضرورة تجسيد الإضراب الوطني لأيام 22 23 24 26 أبريل، وكذلك تجسيد الأشكال النضالية المزمع عقدها يوم 24 إحياء لذكرى الشهيد المدرسة العمومية عبد الله حجري الذي تم اغتياله على أيادي القمع الآتمة بإنزال الرباط سنة 2019. نحيي كافة الأساتذة وندعو كذلك جميع المفروض عليهم التعاقد المنتمين لتنسيقيات العرائش إلى تجسيد الشكل الإقليمي المزمع عقده يوم السبت في القصر الكبير مع الساعة 5. ونسجل التضامن ديالنا مع محاكمة الأستاذ إسماعيل كزو التي تتزامن يوم الاثنين 26 أبريل مع الإضراب الوطني، ونعلن التضامن ديالنا المبدئي التضامن اللامشروط والمطلق مع كافة نضالات الجماهير الشعبية. وتحية نضالية مجددا لجميع المناضلين الحاضرين لهذه الإنزال ودوتو لنضالي أوفية.